وقبل ما نبلش الشرح شباب، راح اعمل جيف واي على 3 حسابات فري فاير اسطورية. كل ما عليك علشان تشترك في الجيف واي انه انت تقوم بمشاهدة الفيديو كامل وتضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتقوم بالتعليق تم مع اليوزر نيم الخاص بك على فري فاير، والسحب راح يكون في الفيديو القادم. يلا خلونا نبدأ الفيديو. وكما تلاحظون الموارد بتزداد أمامكم مباشرة، تابعي الفيديو كامل لمعرفة الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشباب. اليوم راح نشرح أقوى وأحدث طريقة مضمونة لشحن آلاف الجواهر على فري فاير مجانا وفي دقائق فقط. كل ما عليك انه انت تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتتابع الفيديو كامل. يلا خلونا نبدأ الشرح. فكما قلت شباب، سوف يمكنك شحن آلاف الموارد على لعبة فري فاير مجانا وفي دقائق فقط. والطريقة التي سوف أقوم بشرحها يا شباب بسيطة وسهلة جدا، ما راح تحتاج للبريك أو روت أو كمبيوتر أو أي شيء. يعني طريقة بسيطة جدا ويمكنك تطبيقها في أقل من 3 دقائق وشحن آلاف الجواهر على الحساب الخاص بك. يعني كل ما عليك أنه أنت تقوم بمشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية بدون ما تفوت أي مقطع من الفيديو، علشان تضمن أنه أنت تفهم الطريقة وتشحن آلاف الجواهر على الحساب الخاص بك. تابع معي الفيديو إلى النهاية واتبع الخطوات. أول شيء شباب، راح ندخل على هذا الموقع appzilla.club/ff. فقط اضغط على الرابط بأول تعليق وراح يفتح معك. طبعا هذه هي واجهة الموقع شباب. أول شيء شباب، بنضغط على get started، وهون بنقوم بكتابة اليوزر نيم أو الاي دي الخاص بنا على فري فاير، وبعدها بنختار نوعية الجهاز الخاص بنا وبنضغط على next. وهون شباب بنختار عدد الجواهر الذي نريد الحصول عليه وبنضغط على next. وهون شباب بننتظر شوي لحتى ما ينجح الموقع في الاتصال بالسيرفرات الخاصة باللعبة. وهون بتطلع الرسالة بتقول انه لازم نكمل عرضين علشان يتم اتمام العملية. بنضغط على العرضين ونقوم باكمالهما. وطريقة اتمام العرضين جد سهلة وبسيطة شباب. كل ما عليك انه انت تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وبعدين ننتظر شوي راح يوصلنا كود على الهاتف الخاص بنا. بنقوم بكتابة الكود اللي وصلنا في الموقع. وطبعا العروض بتختلف في كل بلد شباب، لكن ضروري جدا انه انت تكمل العرضين، لانه اذا ما كملتهما ما راح يتم تحميل التطبيق. نقوم بإتمام العرض الثاني بنفس الطريقة. والآن بعد ما انتهينا من إتمام العرضين شباب، بننتظر من 2 إلى 3 دقائق ونقوم بفتح اللعبة علشان نتأكد إن الموقع حقا قد أرسل الموارد. وكما تلاحظون شباب، الموارد بتزداد أمامكم مباشرة، يعني في أقل من 3 دقائق من إتمامنا للعرضين الموارد وصلت.
يعني هذه الطريقة شباب مضمونة 100% وشغالة على جميع الأجهزة الأندرويد والآيفون، يعني كل ما عليك إنه أنت تقوم باتباع جميع الخطوات وإن شاء الله الطريقة راح تشتغل معك 100% بدون أي مشاكل. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.